بالمناسبة ديت يعني احنا ما عندناش تمييز بجد، يعني احنا كمسؤولين، يعني احنا مدام بتيجي قدامنا يعني النماذج اللي بتحتاجها، اللي بيحتاجها العمل، لان كل الناس في مصر ناس كويسين قوي، المراه والرجل او السيده والرجل، احنا شعب عظيم وليه تاريخ كبير قوي على مر الاف السنين. واسمحوا لي اقول لكم ان احنا يعني يمكن ده شهر كريم والمناسبه جميله جدا ان احنا نحتفل ب يعني بان احنا نقول لكل مرأة حتى لو كانتش موجودة معنا هنا، وكل سيدة أعطت، يعني بنقول لها شكرا وربنا يجزيك خير ويديك الصحة ويوفقك، سواء كانت يعني صغيرة ولا كبيرة. وهرجع تاني أقول لينا احنا الرجالة يعني، وبعض الناس يقول انت بتزودها قوي مع الناس، يعني والله العظيم انا ما بزودها، بس انتوا مش عارفين ان انا مش بزودها، بس انتوا مش عارفين ان ربنا طلب مننا ان احنا نحترم ونقدر ونخلي بالنا جدا من المرأة. المرأة كلمة مش عجباني، يعني من الست يعني البنت الصغيرة لغاية لما تبقى في أي سن. خلي بالكم، أنا ما بكلمش السيدات، أنا بكلم الرجال، أنا ما بكلمش الستات خالص. وده مش زي ما الناس يقولوا انت يعني على موقع التواصل حرام عليك ما بيدخلوناش البيت مش عارف ايه. لا طبعا، معقول كده؟ ها معقول كده؟ مش معقول يعني، لكن بيقولوا كده، بيقولوا انت يعني مزودها. لا انا مش مزودها، واحنا كل اللي بنحاول نعمله، وانا قلت الكلام ده قبل كده مره واتنين، احنا بنحاول يعني نوزن الحكايه، نوزن الحكايه.